خلينا نطلع نشوف رأي الناس أو رأي حضراتكم في الشارع عن رأيه في أداء المنتخب والصعود لنهائيات كأس العالم. هل تستطيع مصر الصعود لنهائيات كأس العالم؟ ورأي حضراتكم أيضا في مباراة الجابون اليوم، وشفتوا إزاي منتخبنا الوطني؟ خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. والله فرصنا 70-80% في ظل الظروف اللي احنا شفنا فيها الماتشين الاخاره بتوع انجولا وبتوع الجابون. هي يعتبر دي انا عمق الزجاجه، دي اصعب مرحله، دي المرحله دي اللي هي النهائيه، ونتمنى ان احنا نواجه فريق صغير او يعني فريق ما يكونش الجزائر يعني، وان شاء الله نصعد باذن الله. لا تكير قوي بقى الفتره الجايه ديت، يركزوا جامد، يشتغلوا جامد، المدرب يحسن في اختياراته للعيبه، مفيش وقت بقى للتشتت، كل يوم نلاقي تشكيل لا شكل، ما ينفعش الكلام ده، لازم ثبات في التشكيل وان شاء الله خير ان شاء الله. بصوا احنا يعني نحاول نبعد عن اي حاجه غير الجزائر، يعني اي منتخب تاني زي الفل. الجزائر بصراحه تحسوا في حته تانيه، تقريبا معاهم 15 نقطه في 5 مباريات، فما خسروش ولا ماتش، فنبعد عن الجزائر ونقع مع اي حد تاني بالنسبه لي مفيش مشكله يعني. لا انا شايف ان ليها فرصه كبيره تمام، بس لو فيها تشكيله كويسه، لو التشكيله بقت كويسه هيبقى فرصتها كبيره ان هي تصعد، ايه تصعد كاس العالم. الأداء النهاردة ما عجبنيش الصراحة، يعني مفيش خطط، مفيش فنيات، نزول محمد صلاح متأخر، الإصابات برضو مأثرة على المنتخب. بالنسبة لخط النص مش بالأداء اللي احنا كنا متوقعينه الصراحة. والله الأداء مش حلو، واللعيبة البديلة دي ضعيفة قوي، فلازم نركزوا بقى عشان الماتشات اللي جاية صعبة. هو أداء المنتخب مش كويس قوي، لان خصوصا في الفتره الجايه هنلعب منتخبات قويه جدا، فمحتاجين اللعيبه تشد شويه وتهتم شويه وتركز شويه في الملعب عشان تقدر، خصوصا ان الضغط بيبقى كتير على محمد صلاح والفرق القويه، في فرق قويه تبقى داخله عليهم. يعني هو الماتش كان كويس نوعا ما، بس كان المفروض ما يبداش بثلاث مهاجمين، وكان مثلا يبدا بصلاح ومصطفى فتحي، كان برده ممكن ينزل في الشوط الثاني في بدايته كده، كان هيفرق برده، بس ما كانش ينفع يبدا بثلاث مهاجمين خالص. كنا نتمنى يكون احسن من كده عشان نكون صراحة، يعني طبعا ده بلدنا وفريقنا يعني، انما دلوقتي هو فرق لما نزل محمد صلاح جه الجون الثاني بقى 2-1. والمنتخب كالعاده واساسا من اول لما ابتدى اصلا في كل ماتش من مع كيروش، الشوط الاول بيبقى سيء جدا، الشوط الثاني دايما بيقعد يحاول يلملم الدنيا وكده، بس برضه عامه عن الماتش ده يعني هو كده كده ما يحتسبش ان هو يقعد يجرب وعايز يعني يشوف كل لعيب امكانياته ونزل قفشه المره دي علشان يتاكد على مكانه، مكان عبد الله السعيد هيكمل هو ولا لا، من بعد ما جابه ما كانش جايبه في القائمه في الاول، فهو بيشوف اداءه وبيجرب الناس عشان يشوف هو غلطان ولا لا، نشوف برضه نزل محمود علاء في اخر دقيقه، هو عايز يشوف الناس عشان يحكم عليها هو، مش بيحكم عليها بنفسه لما يشوفهم، مش بنحكم عليهم من كلام الناس او كده. طيب زي ما حضراتكم شايفين في ناس كتير الحقيقه مش مبسوطه من اداء منتخبنا الوطني خلال مباراه اليوم، ولكن خلينا ننظر الى القادم، خلينا ننظر الى المستقبل. ان شاء الله كاس العرب تكون تحضير جيد، وكاس امم افريقيا ان شاء الله نستطيع ان احنا نعمل شيء في كاس امم افريقيا الحقيقه، لان مصر دايما من المنتخبات اللي دايما بيبقى عليها العين في ان هي تقدر تفوز بكاس الامم الافريقيه، وان شاء الله كاس العرب كمان.